استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مركز مركز تعزات حوثية في محافظة الجوف وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المقاتلات استهدفت بأربع غارات جوية التعزيزات الحوثية بالقرب من سوق الثلاثاء بمحافظة الجوف وبحسب المصادر دمرت المقاتلات عددا من الأطقم ومصرع من كان على متنها من الحوثيين وشاحنة تحمل ذخائر وأسلحة